كيف دريتي بعدين انها تجوزت؟ لما كبر بطنه قالت لي. معقولة ما حسيتي ابدا انها متجوزة؟ على اساس كانت عم بتروح على المدرسة وترجع بوقتها. شو عرفني يا سيدي انه عم بتروح على بيت جوزها بهالوقت؟ مو غريب انه نسوانه التنتين يتبادلوا الاتهامات، بس الغريب مين قدر يستدرج مصطفى للمقبرة ويقتله؟ لقوا شخص واحد. متأكد؟ هلأ آثار الأقدام مالها كتير واضحة بالمقبرة، بس هيك ورد بتقرير الأدلة الجنائية. وشو طلع معك أسماء بالتحقيق؟ في اسمين، ناجي أخو الزوجة الأولى وعدنان حبيب الزوجة الثانية. تابع إفاداتك يا رائد هشام وحطني بالصورة. حاضر سيدي، مع السلامة. قلت لي بتحبها؟ ايه سيدي بحبها، بحبها، بس هاي شو فيني اعمل اذا هي مبدا يعني. وين كنت يوم حدوث الجريمه الساعه 12 بالليل؟ كنت بالبيت سيدي، كنت نايم بالبيت. مين بيشهد على هالشيء؟ اهلي. انت بتعرفه لمصطفى؟ ولا بحياتي شفته سيدي. لما تجوز حبيبتك ما حقدت عليه؟ لمين سيدي؟ لمصطفى. سيدي ليش حتى احقد عليه يعني؟ انا اذا بدي احقد بحقد عليها هي. هي اللي قبلت فيه وما جبر على شيء. كان في خلاف؟ اه اعوذ بالله من الحكي. شو خلاف ما خلاف سيدي؟ ما في بيناتنا خلاف. بعدين مصطفى صهري سيدي مسند ضهري، بعدين انا بروحي بفدي. لما دريت انه تجوز على اختك ما انزعجت؟ اجباري سيدي، انزعجت وقت اخته عرضه بده ينزعج يعني. بس لا سيدي ما انزعجت كثير انا، لانه يعني ما دخلت انا بحب الرجال وصحبة الرجال. وبعدين سيدي انا قصص النسوان ما بتدخل فيها، بنوب بنوب الله وكيلك. مين ما كانت تكون الحرمه؟ من وين دريت انه مصطفى تجوز لينا؟ وانا شو بعرفني سيدي؟ الناس هي اللي حكت وكل الناس حكوا بهالقصة. بعدين سيدي ما لازم يحكوا بهالقصة. وقت حدوث الجريمه وين كنت؟ كنت عند اختي سيدي. الله وكيلك، هات احلف لك انه كنت عند اختي سيدي. شو قالت؟ اخته قالت انه كان عندها. حتى سالنا بنت اخته وقالت انه كان عندهم وطلع من عندهم حوالي الساعه 11 وهي فاتت نامت. يعني ما في اي دليل بدين حدا منهم. هلا انا صراحه شاكك بناجي اخوه للزوجه الاولى، خاصة أنه هو شخص عصبي وعلى ما يبدو دم محامي، بعدين له سوابق بالشجار والضرب وإلى آخره. بس حابب كمان أتوسع أكثر بالتحقيق. شو عليك؟ إلك حرية التصرف. إن شاء الله أنا رح أحطك خطوة بخطوة بكل مجريات التحقيق سيدي. اتكل على الله. فوزي بعت لي ورق قسم المنطقة، سألي على أسماء المشبوهين اللي عادة بترددوا على المقبرة. قصدك الحشاشين والسكنجية؟ يعني من هدول، ما بتعرف. بجوز القصة كلها تأخذنا باتجاه تاني. السلام لهم اسماء المشهورين اللي لقطناهم بالمقبرة. حاضر سيدي. سيدي بس عفوا يعني ذكرت شغله كثير مهمة. شو هي؟ سيدي من ثلاث شهور تقريبا اكثر او اقل شوي ما بعرف، بتذكر كنت مناوي وقتها حكيت لك تماما سيدي انه اجى لعندي شاب هو ورفيقه لحتى يبلغوا عن شخص كان حامل الجثه. وقتها طلعت بدوريه للاسف ما لقيت شيء.
وهذا الشاب سيدي تركته بدون ما أعمل معه أي شيء. أنا بتذكر هيك شيء، بس شو يعني؟ سيدي لما طلعت مع الشاب ورجعني المكان اللي شاف فيه الجسة. ايه، وهذا المكان هو طلع نفس المكان اللي شفنا فيه جسة القتيل مصطفى. انت متأكد سيادة العقيل؟ متأكد تماما. وقتها بعثت انا الملازم خالد برفقة الدورية، راحوا للمقبرة ما لقوش، دوروا بكل المقبرة ما في اي اثر. قلت لحالي انا بخبركم لربما تستفيدوا بالتحقيق. طيب انت متذكر اسمه؟ طبعا، انا وقتها سجلت اسمه لانه خفت يعمل بلاغ كاذب يوما ما حتى حاسبوا عليه. معقوله؟ كل شيء معقول. ايه بس هذا الحكي صار له اكثر من 3 شهور. فوزي بدي عدنان فورا. اتصل بجميل خليه يجيبه هلا على الفرع. القصه كلها عند عدنان. يعني انت وقتها شفت شاب حامل جثه؟ سيدي الله وكيلك شفته. يعني لو ما شفته مجنون انا لحتى اروح بلغ الشرطه. لما اجيت انت والملازم فتوا على المقبره دورتوا ما لقيتوا شيء. ما انا هذا اللي مجنني يا سيدي. لك شو اللي خلاك تفوت على المقبره؟ كل الحق على وليد. مين وليد؟ سيدي وليد رفيقي اللي كان معي. ايه شو صار؟ سيدي كنا راجعين على البيت انا ووليد ومرينا جنب المقبره. قام قال لي هو انه هلا لو بيعطوه 1,000,000 ليرة ويفوت على المقبره بالليل ما بيرضى. قلت له ليش حتى تخاف؟ ما فيها شيء يعني، بس انا مستعد فوت وحط لك الشريطه على القبر اللي بدك اياه وتعطيني 500 ليرة. قام وافق. قمت فتت سيدي وشفت هذيك الشوفه. الله وكيلك شفتها يا سيدي. انت بتعرف انه صار جريمه قتل بنفس المكان اللي شفت فيه شاب حامل جثه؟ عن جد سيدي؟ شفتوا كيف يعني؟ انا ماني كذاب، معناتها صار في جريمه قتل وانا شفتها معناتها. ايه مزبوط، بس بعد 3.5 شهور. جهزتوا كل شيء فوزي؟ كل شيء جاهز، واخذنا الموافقه من عند المحامي العام يلي استغرب الموضوع كثير. طيب والدكتور محمود؟ ناطر اوامره. وعدنان؟ عدنان مثل ما طلب الدكتور محمود، اخذناه لعنده على العياده. طيب توكل على الله. يا رب.